السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو غادي نديرو غير بالزربه، غادي نعطيكم واحد المعلومه وبغيتكم تبقاو تردوا البال بالنسبه للناس يعني اللي ما عارفينش، اللي كيبغيو يشريو سيارات كيكونوا يلاه باغيين يشريو سياره وما عارفينش بزاف ديال الحوايج. كاين واحد البلان كيديروه السماسريه وكيديروا دوك البياع والشرايه اللي كيبيعوا في ويشريو في الطوموبيلات. هاد البلان هذا شنو هو؟ يعني كتمشي تشري عليه سياره، وديك السياره كيكون فيها شي كريدي ديال الضريبات، ماشي كريدي مثلا ديال الدار ولا شي حاجه كاينه عندك، لا، الكريدي ديال الضريبه نتاع السياره اللي كنخلصوها ديال العام. كيشري هذاك السمسار سياره، يعني كيشريها بواحد الثمن كيكون قليل، وكيكونوا فيها مثلا 4 5 ديال الضريبات في ديك السياره كيكونوا ما خالصينش. اش كيمشي يدير هو؟ كيجيب ديك السياره كيدبر على واحد الوريقه ديال اخر عام، مثلا حنا نديرو 2019 او 2020 مثلا، سياره كيكون فيها 3 سنين ديال الضريبه، كيخلص هو كيقول لك باللي راه كيجيب ديك الورقه يعني بانه مخلص العام التالي، يعني كيقول لك السياره ما فيها لا كريديات ولا حتى شي حاجه. نتايا على نيتك كتمشي كتشري عليه ديك السياره، كاين الناس اللي ما كيعرفوش يسولوا، هذا هو البلان اللي بغيت نوصل لكم. الانسان ما كيسولش، كيشري ديك السياره عليه، نهار فاش كيبغي يمشي يدفع في السيرفيس باش يقلب ديك السياره على سميتو يعني يحول الملكيه، ما كيقبلوش ليه الدوسي. علاش ما كيقبلوش ليه الدوسي؟ فاش كيرجع الدوسي كيقولوا ليه بان السياره فيها قدام عام ديال الضريبات ما خالصينش. وفاش كتمشي كتعيط لذاك السمسار او ذاك البياع والشراي كيقول لك اسيدي انايا بعت ليك، وصل معايا فين ما بغيتي. اخر حاجه كيخسرها عليك كيقول لك انايا مولاها باع ليا بالوكاله، وانايا عطيني ديك الورقه بانه هو مخلص الضريبه ديال اخر عام، انا بايع لك طوموبيل على هذا الاساس، يعني الضريبه نتاعها خالصه. فلهذا يا الاخوان بغيتكم ما تطيحوش في هذا الفخ هذا، او يعني كيف ما غادي نقول لكم يعني كيسرقوا، ما بغيتكمش تطيحوا في هذا المشكل هذا. شنو غادي ديروا؟ السياره ملي كتشوفها كتاخذ الماتريكيل ديالها، كتمشي للسيرفيس وكتمشي تسول على راسك، واش السياره فيها شي حجز، واش السياره ما فيهاش حجز. خليونا من هذوك السيتات، حيت شي مرات السيت ما كيبغيش يخدم، والسيت ما كيعطيكش لي ديتاي كاملين، السيت هو براسو غيقدر يغشك. حيت شفت بزاف ديال الناس كيقول لك تشوف السياره واش فيها تعرض ولا ما فيهاش تعرض، ولا هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه. كاين شي مرات السياره كيكون فيها التعرض ماشي ديال الضريبات، كيكون فيها التعرض مثلا على شي كريدي هزو من البنك او شي حاجه بحال هكا. فلهذا يا الخوت، ملي تمشي تبغي تشري سياره، هز الماتريكيل ديالك، الماتريكيل ديال ديك السياره اللي باغي تمشي تشريها، سير للسيرفيس او سير لشي مصلحه، شي واحد كتعرفو يدير فيك هذا البليزير هذا، سول السياره واش فيها شي ضريبه ما خالصاش، واش فيها شي مشكل، واش يعني تابعينها يعني تابعها المخزن، واش هاربه، واش كذا واش كذا واش كذا، واش عليها شي مخالفات، واش هذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم الخوت. والله يعاونكم حتى لشي فيديو جاي، وما تنساوش تبارطاجيو المعلومه مع الناس اللي ما عارفينش. والله يعاونكم، تهلاو ليا فراسكم.